مساء الخير أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام. نجتمع اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في إطلاق قمة بيروت إنستيتيوت للتفكير الجماعي بمشاركة ورعاية صناع القرار من المنطقة العربية والعالم. عنوان القمة الرائدة: تموضع المنطقة العربية في الرقعة العالمية بما يتعدى الاقتصاد السياسي. أمضينا عقوداً طويلة في تشخيص الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عالمنا العربي خارج المؤسسات الفكرية، ولأسباب نسعى لمعالجتها معاً اليوم تعثرنا في استنباط الحلول الجماعية وتخلفنا عن فرض موضع استراتيجي يقي دولنا ارتدادات زلزال الإقليم المضطرب والمتغيرات الجيوسياسية. هذا الدور في استنباط الحلول عبر التفكير الجماعي الذي شهدته الجلسات المغلقة اليوم تطلع به مؤسستنا بيروت إنستيتيوت، وتتطلع للعب دور مصيري في مستقبل الشعوب وتشكيل أداة ضغط على صناع القرار. بيروت إنستيتيوت وبمشاركتكم قياديين، مفكرين، باحثين، متخصصين وإعلاميين هي مؤسسة فكرية تطلق اليوم برنامجاً وحوارات ونقاشات في مختلف مجالات صنع القرار على الصعيد الاقتصادي السياسي والاجتماعي، وهي تناقش مستقبل النفط في المنطقة، الطاقة المتجددة، المدن الذكية، القضايا الإبداعية وريادة الأعمال. بيروت إنستيتيوت وبجهود كل مشارك اليوم هي منبر أساسي لتداخل الأجيال المختلفة بهوية الحداثة والاعتدال، والمرتجى من قمة أبو ظبي اليوم وغدا الوصول في مجتمعاتنا العربية إلى تكريس دور المرأة، القبول برأي الآخر ووجهتي النظر، التكنولوجيا ودورها في تغيير ملامح العالم، وتحفيز دور الشباب عبر ثقافة تشجيع الشباب العربي على الكف عن الاستسلام والخضوع للأمر الواقع. نبدأ إطلاق أعمال القمة بترحيب من القلب. عضو مجلس إدارة بيروت إنستيتيوت والرئيس المشارك، أتشرف بدعوة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل لإلقاء كلمة أعضاء مجلس إدارة بيروت إنستيتيوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أيها السيدات والسادة، أسعد اليوم بأن ألقي هذه الكلمة أمامكم لأرحب بكم كأحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة بيروت، ثم لأشكر القائمة على هذه المؤسسة الأخت راغدة ضرغام، والتي بذلت الجهد الجهيد لإنجاح هذا اللقاء. كما أشكر الحاضرين الذين أتوا من بلدان مختلفة ليشاركون التطلع والدراسة في موضوع عالمنا العربي. يقول أحد أصدقائي وهو حاضر معنا هنا أننا نحن العرب نشكل كتلة بشرية كبيرة، ثم مساحة جغرافية كبيرة، وإمكانيات مادية كثيرة، وإمكانيات بشرية كبيرة أيضا. تجمعنا لغة وأديان وكلها منبعها منطقتنا، وتراث وتاريخ مشترك، ولكننا نجد في أوضاعنا اليوم التناحر والتنافر ثم الاقتتال الذي لا نهاية له على ما يبدو. فمن مهام هذه القمة أن ليس فقط ندرس هذه الأمور، وإنما أن نكون في موقف يقترح إن كان أمكن بعضا من الحلول ولو لم تكن كلها. فنتطلع بإذن الله إلى أن يكون اجتماعنا هذا اجتماع خير يجمع كلمتنا على الخير، ويكون نبراسا لنا في المضي في طريق الخير، لأن إذا كنا سنقصر في هذا الأمر فمعنى ذلك أننا قصرنا ليس فقط في حقنا من بني البشرية، وإنما في حق الأجيال في المستقبل. ولا يهمنا اليوم إلا أن ننظر إلى المستقبل،
ولكن لكي نستطيع أن نستشرف معالم المستقبل أيضا لا بد لنا أن نتعلم من أخطاء الماضي، والماضي مليء بالأخطاء، ولكن هناك ومضات مشرفة ومضات منيرة في ماضينا وإن شاء الله في حاضرنا. مستوى التعليم في العالم العربي ارتفع ارتفاعا مضطردا خلال 10 سنوات الماضية، كما أن المرأة في العالم العربي استطاعت أن تخط طريقا ليصل بها إلى التساوي مع الرجل، وإن شاء الله إن لم يكن في القريب العاجل فهو آت بإذن الله أن يكون لها دور فاعل في كافة المجالات في العالم العربي. وما أنهي به كلمتي بعد إذنكم هو أن أقول أن الله سبحانه وتعالى يسدد خطانا ويجعلنا نسير على الطريق القويم، وأن نأخذ بأيدي بعضنا لما هو في مصلحة أمتنا ومصلحة شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب السمو الأمير تركي الفيصل. تحمل إيماناً كبيراً بالتفكير الجماعي ودوره في تغيير وجه العالم. أطلقت بيروت إنستيتيوت في العام 2010 ونجحت بجهد متواصل في بلورة رؤية عالمية جمعت اليوم في أبوظبي القادة والمفكرين. الكلمة للمؤسسة والرئيسة التنفيذية لبيروت إنستيتيوت، الخبيرة في الدبلوماسية الدولية وعميدة الصحافة الدولية في الأمم المتحدة، الصحفية المتميزة أولاً وآخراً، هي رائدة وراغدة درغام. مساء الخير وأهلاً وسهلاً مرة أخرى. أعتذر من أصحابي القادمين من مختلف أنحاء العالم، سنتحدث باللغة العربية انطلاقاً من هذه الجلسة الافتتاحية، لكنها لن تكون دائماً بلغة واحدة. أصحاب السمو، أصحاب السعادة، أشكركم جزيلاً لمباركتكم هذا الحفل، وأتوجه من جميع أصدقائي أيضاً من جميع أنحاء العالم بعمق الشكر والامتنان لتواجدهم معنا اليوم. ولأن هذه المؤسسة يعني نشأت في بيت صغير في نيويورك، أنا وابنتي، في الواقع ابنتي ثاليا الموجودة معنا اليوم، هكذا بدأت الفكرة. الفكرة أتت لأن كان هناك حاجة لبناء مؤسسة فكرية للمنطقة العربية ذات بعد دولي، وبالتالي الفكرة أننا نحتفي هنا بتميزنا كنحن أبناء المنطقة العربية من ناحية تنوعنا من ناحية الدين، من ناحية اللون، من ناحية الإثنية. هذا التنوع هو فعلا مصدر قوتنا، ونحن نريد أن ننطلق هنا من بيروت إنستيتيوت في أبوظبي. ولماذا أبوظبي؟ أولا لأن هذه الدولة الكريمة، هذه المدينة الرائدة رحبت بنا ودعمتنا أجمل ترحيب، ونحن نكون كل الامتنان معالي الوزير لهذه الدولة التي فيها كثير من الرؤيوية في عالم صخب في المنطقة العربية، فشكرا جزيلا لكم لهذه الاستضافة. المهم أيضا في استضافة أبوظبي لقمة بيروت إنستيتيوت هو أن في الواقع استضافة أبوظبي لبيروت إنستيتيوت هو عبارة عن تصديق على هوية بيروت إنستيتيوت بأنها للمنطقة العربية. فأبوظبي ترحب ببيروت، وكم هذا جميل، ولذلك بيننا الكثير من اللبنانيين الذين فعلا أكون لهم كل الشكر الذين يعني أتوا إلينا ليحتفوا ببيروتنا هنا في أبوظبي. الوزير نهاد مشنوق بشكل خاص أشكرك على تواجدك معنا لنحتفي ببيروت في أبوظبي. من رأي يعني لن أخذ الكثير، لن أطيل عليه، ولكن أريد أن أقول لماذا اخترنا هذا العنوان لهذه القمة. إعادة تموضع المنطقة العربية في المشهد الدولي، في الساحة الدولية، بما يتعدى الاقتصاد السياسي وبما يتعدى التحديات الأمنية. لماذا؟ لأننا فعلا علينا أن نفكر بأكثر من التحديات الأمنية والنفط، لأن هناك كفاءات بين شبابنا، أجيالنا الصاعدة، كفاءات سنحتفي بها هنا في هذه القمة عندما نستمع إلى المبدعين
من المنطقة العربية، مبدعين في مجال التكنولوجيا، وأيضا هم أيضا من مجال الفن. معنا مثلا امرأتان رائدتان في عالم السينما الوثائقية، وهن قد فرضنا وجود المرأة العربية على الساحة الدولية، وأنا أحتفل بهن فعلا وأفتخر بنادين لبكي وبجيهان نجيم، وفخورة بأنهما أتيا مع أطفالهما إلى بيروت إنستيتيوت في أبو ظبي، وبرفقة زوجيهما أيضا اللذين لهما فعلا تأثير كبير في صنع التاريخ السينما العربية، وأنتم ستستمعون إليهم جميعا غدا. أريد أن أقول أن ما حدث اليوم صباحا في الجلسات المغلقة هو أن الحديث بدأ هنا، لم تنتهي تلك الجلسات الدائرة المستديرة الدائرة السياسية لم تنتهي في أبو ظبي، لقد بدأت في أبو ظبي. ولماذا؟ لأننا سنتقدم بالتوصيات لصناع القرار أينما كان، لنقول لهم نحن نريد أن نقدم إليكم خيارات للتفكير، للتوسيع أفق التفكير، هو جزء من بناء التفكير الديمقراطي وعدم الإقصاء. نقول نحن نقدم عصارة الفكر إليكم، وأنتم في إمكانكم أن تستعينوا بأفكارنا. نقول أننا مع الرأي العام نشكل في الواقع يعني نوع من الزخم في صنع القرار العربي وفي صنع المستقبل العربي. لماذا بيروت إنستيتيوت؟ لأنها منبر الجيل الجديد، لأن هذا الجيل الجديد الذي نريد أن نحتفي به هو الجيل الذي يريد أن يبني بدل أولئك الذين يريدون أن يدمروا في هذه البلاد ويدمروا سمعتنا في العالم. وبالتالي هذا الجيل الجديد الذي نحتفي به هو جيل الاعتدال، هو جيل الحداثة، هو جيل التطلع إلى الأمام، هو الجيل الذي يريد أن يعيش حياة طبيعية. هذه القمة ستناقش عدة أمور، ستستمعون اليوم إلى عدة خطابات فعلا ملهمة، وأريد أن أقول أنني فعلا تطلع إلى اللقاء الذي سأعقده اليوم مع صاحب سمو الملكي الأمير ترك الفيصل، التي لولاه لما تمكنت من بناء هذه المؤسسة بالحق الحقيقة. والجنرال بيتريوس الذين ستستمعون إليه وستجدون كم هو مفكر فعلا بالعمق. على أي حال، كل لحظة في هذه القمة يجب أن تكون ونتمنى عليها أن تكون ذات إحاء. إحاء لنفكر بطريقة مبسطة وبسيطة جدا، وهي أن نقول يمكنني أن أفكر بذلك، يمكنني أن أنفتح على ذلك، إن كان من ناحية التحدث عن علاقات جديدة بين دول المنطقة إزاء التطورات التي تحدث تعصف بالمنطقة حقا، إن كانت من ناحية ماذا يحدث في التحالفات الجديدة الدولية العربية أو الدولية الإيرانية أو الإقليمية ككل. بالطبع علينا أن نواجه ذلك التحدي الكبير، هو التحدي الأمني لنا، ولكن علينا أيضا أن نستكشف كيف يمكن أن نجد الطريقة للبناء إلى الأمام، بوجودكم، بمشاركتكم، باحتفائي يعني أنني تمكنت من أن تتواجد في هذه القاعة عقول مميزة متميزة ستعطينا خلال اليومين المقبلين، وسنمضي بالعطاء إلى الأمام، ولكم جميعا الشكر على وجودكم معنا. شكرا. شكرا للمؤسسة. قبلة العواصم العربية في الأعمال والاقتصاد والفكر هي اليوم في طليعة المدن الحديثة، ومنبر لبلورة رؤية سياسية جديدة لعالمنا العربي والعالم. العاصمة الإماراتية أبوظبي المستضيفة لقمة بيروت إنستيتيوت، المنبر لمعالي وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوني في البداية أرحب بكم في بلدكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثمن أيضا مشاركتكم في أعمال الدورة الأولى
لقمة بيروت إنستيتيوت، متمنيا لكم دائما التوفيق والسداد. أود في البداية كذلك أن أشيد بالفكرة. الأخت راغدة الدرقام فكرة متميزة جدا، لأن هذا الملتقى مهم جدا لنا جميعا، ملتقى في بارقة أمل إيجابية وسط بكل أسف عالم نواجه فيه الكثير من التحديات في هذه المرحلة وبالأخص في هذه المنطقة العربية. لا شك أن هناك حوار بناء جدا. لا شك أن هناك قضايا كثيرة تواجهنا، سواء سياسية اقتصادية اجتماعية، ولكن ما يهمنا من هذا هو ما ذكرت الأخت راغدة، هو القدرة على الحوار، القدرة على تقبل أيضا آراء الآخر، القدرة أيضا على الخروج بتوصيات. التوصيات هذه لابد أن تصل إلى أصحاب القرار، وأنا في اعتقادي نحن في دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات دائما نقدر ونقيم هذه التوصيات، وسنأخذ طبعا بالكثير منها. حسب ما ذكرت هناك تحديات كثيرة اليوم نواجهها في العالم، ولكن هي أكثر وضوحا كتحديات في عالمنا العربي. جزء منها اقتصادي يتعلق بتذبذبات أسعار النفط، هناك أيضا تحدي كبير فيما يتعلق بالتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ولا شك بأن هذا أثر وفي مختلف الاقتصادات العالمية وبنسب وطرق مختلفة. كل هذا طبعا سيعيد إعادة رسم خارطة الأولويات الاقتصادية للعديد من دول وحكومات العالم، ومن ضمنها طبعا نحن في دول الخليج. ويبدو الوضع يمكن أكثر تحدي في منطقتنا العربية من نواحي الاقتصادية، خاصة في ضوء التغيرات السياسية التي تحدث في الوقت الحاضر في منطقتنا، وأيضا هناك أيضا تطورات داخلية إقليمية يمكن ذكرنا بعضها قبل قليل فيما يتعلق بتأثير بعض الدول على منظومة دول أخرى. ولكن هناك بارقة أمل دائما، هناك قصص نجاح لابد أن نشارك فيها. السلبية أحيانا تؤدي إلى الدمار، أنا هذا حسب ما أرى، لابد أن يكون إيجابية في التعامل مع الأمور. دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت بجانب الإيجابية، أخذت بجانب إيجابية في أمور كثيرة فيما يتعلق بالاقتصاد، السياسة، التعامل مع المجتمع، التعامل مع جيرانها، وكذلك أيضا مع العالم. في فترة 44 سنة نجحت الإمارات منذ إنشائها بالمحافظة على تحقيقات معدل نمو عالية ويمكن ملحوظة في الاقتصاد. كل هذا طبعا بني على رؤية اقتصادية واضحة ومتطورة لها هدف واضح وهو الاستدامة، تؤدي إلى أيضا في النهاية إلى الاستقرار السياسي في الدولة. أيضا بدأنا، وإذا نحاول نركز على الأمور الاقتصادية، لابد أن يكون هناك تأسيس لبنية تحتية متطورة بكفاءة عالية، إلى جانب أيضا بيئة تشريعية متقدمة جاذبة للأعمال. كل هذا طبعا أثر على متانة اقتصاد دولة الإمارات، أيضا ثباته في الكثير من التغيرات العالمية التي حدثت، إلى جانب أن الإمارات ودول الخليج بشكل عام احتياطات النقدية الوقائية في الحسابات المالية لهذه الدول استطاعت فعلا أن تعزز من استقرار أو الاستقرار المالي بالنسبة لهذه الدول، خاصة ما يتعلق بالأزمة المالية التي مر بها العالم منذ 2008. دولة الإمارات طبعا حسب ما ذكرنا هو جزء من المنظومة العربية وجزء من منظومة دول الخليج، ومنذ تأسيس الاتحاد كان هناك قفزات كبيرة جدا متميزة في مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة إذا قرناها ببعض الاقتصاديات المتقدمة نرى بأن الإمارات فعلا كان هناك استدامة في تطورها، استدامة في نموها. وصل الناتج الإجمالي الوطني لدولة الإمارات حدود تقريبا 1,470,000,000,000 درهم، يعني حدود تقريبا 400 مليار دولار، هذا مع نهاية العام 2014. نسب النمو بلغت تقريبا 4.6%،
وطبعا كان هناك سياسة واضحة للتنوع الاقتصادي في الدولة، وفعلا استطعنا خلال هذه الفترة أن نخفض في اعتمادنا على النفط من تقريبا 90% من الناتج الوطني للدولة في العام 1971، انخفض إلى أقل من تقريبا يعني تقريبا حدود 30% من الناتج الوطني لدولة الإمارات في الوقت الحاضر هو يأتي من النفط، يعني 70% يأتي من قطاعات أخرى. هدفنا أن أيضا نرتقي بهذه النسبة لنصل إلى أكثر من 80% سيأتي من قطاعات غير النفطية، يعني فقط النفط سيمثل 20% من الناتج الوطني لدولة الإمارات في المرحلة القادمة، السنوات القادمة، يعني لدينا خطة قد تصل إلى ما بين 10 إلى 15 سنة. إذا نظرنا عن أحد أهم مسببات نجاح هذه الدولة، لابد في أن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار كانت أحد أهم العوامل التي ركزت عليها دولة الإمارات. الاستثمارات الأجنبية لها موقع متميز في دولة الإمارات، استطعنا فعلا أن نتصدر المشهد كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية لكبرى الشركات العالمية، وبالأخص كالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في مؤشر الاستثمار العالمي كان مركزنا 22 عالميا ولكن الأول عربيا. مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات وصل إلى تقريبا حدود 100 مليار دولار خلال 10 سنوات الأخيرة، ولكن هناك مبدأ مهم جدا ورئيسي فيما يتعلق بالتأثير الإيجابي لمنافع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، ولعل أهم هذه النقاط هو ما يتعلق بأن التأثير الحقيقي للاستثمار الأجنبي المباشر لابد أن يكون عبر بعض الآثار الإيجابية التي تتحدث عنها، أهمها خاصة في عالمنا العربي هو ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، الخبرات العملية، الخبرات الإدارية. وأهم نقطة يمكن ركزنا عليها في المرحلة الأخيرة في دولة الإمارات هو كيفية تشجيع المنافسة والابتكار. ومن هذا المنطلق نحن ركزنا في الإمارات، في دولة الإمارات، على ما يسمى باقتصاد المعرفة وإدماجه في أجندة وطنية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. الأجندة الوطنية هذه مرتبطة بتاريخ معين ووضعت لها رؤية للإمارات للعام 2021، حددت ملامح وأهداف هذه الخطة لكل وزارة ولكل قطاع ولكل هيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعلن في من قبل مجلس الوزراء خلال هذه السنة أن تكون أو أن يكون عام 2015 هو عام الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. الهدف من هذا هو أن نصل أيضا لعام 2021 لمساهمة الابتكار في الناتج الوطني لدولة الإمارات بنسبة 5%. طبعا هي نسبة بالنسبة لبعض الدول قد تكون قليلة، ولكن بالنسبة لدولة الإمارات نعتبر هو هدف رئيسي، وأنا في اعتقادي أننا إن شاء الله سنصل إلى رقم أفضل من هذا. طبعا في الإمارات استطعنا فعلا أن ننجز يمكن خصوصية لهذه الدولة فيما يتعلق بقدرة هذه الدولة على أن تكسب ثقة العالم، سواء كان في قدرتها على استضافة لبعض المنظمات الدولية ومن ضمنها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. أيضا في العام 2021 سيكون هناك أيضا استضافة لإكسبو. ولكن قد نسأل أنفسنا ما هي أسباب النجاح في دولة الإمارات وما هي مقومات وعوامل هذا النجاح. حبيت ألخص هذه العوامل في 4 نقاط رئيسية. أن النموذج الإماراتي الناجح بشتى مواصفاته، نعم يمكن نقله وتطبيقه في الكثير من دول المنطقة، ومن المهم جدا لنجاح هذه المرحلة وهي المرحلة الأولى لابد أن يكون هناك بداية لبناء الثقة، ثقة بين الحكومات والشعوب كعنصر أساسي لنجاح أي أجندة اقتصادية سياسية اجتماعية. ونحن فعلا في الإمارات بنينا هذا، وتجربتها كانت ناجحة في التواصل على مستوى الحكومة ومستوى الشعب بشكل عام. والتقييمات الدولية لهذا الموضوع في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لهذا العام وضع الإمارات في المركز الثاني عالميا
في مؤشر ثقة المواطنين في القيادة السياسية. فهذا عنصر مهم ورئيسي جدا لفعلا يعني الوصول إلى هدف أو أهداف، مجموعة أهداف من ضمنها طبعا الاستقرار في هذه الدول. ولكن هناك هدف آخر وذكر أيضا من سمو الأمير، وهو ما يتعلق بالتعليم. لا شك في أن الاستثمار في التعليم ونقطة أخرى في العالم العربي إصلاحه بما يتواءم مع الأجندة الاقتصادية لكل دولة، متطلبات أسواقها، الاستفادة أيضا من تجارب الكثير من الدول ومن خبراتها الفنية اللي فعلا استطاعت أن تبني اقتصاداتها وبفاعلية، ولكن لابد أن تكون عبر توجيه التعليم لخدمة النمو الاقتصادي. يعني أحيانا بعض الدول العربية هناك خريجين ما شاء الله بمئات الآلاف، ولكن أغلبهم بعد التخرج ليست هناك وظائف، لأن التوجه الاقتصادي لهذه الدول بكل أسف الأجندة الاقتصادية لا تتماشى مع طبيعة الخريجين هذه، وليست هناك نوع من المراجعة لهذه الأجندة الاقتصادية. لابد هناك استدامة، لابد هناك أن يكون أيضا قرص لمبادئ المواطنة في هذه الدول. ثالثا، نرى بأن تسخير الموارد المتوفرة لكل دولة بالطريقة الأمثل والعمل على دعم القطاعات المختلفة خاصة ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذه ستلعب دورا مهما وقويا جدا في منظومة التنوع في يمكن جميع الاقتصادات العالمية، ومن ضمنها طبعا اقتصاد دولة الإمارات. لابد من إدماج غالبية المجتمع العامل بالأخص في الدول العربية في هذه المنظومة، منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في دولة الإمارات وصلت مساهمة هذه المشاريع إلى تقريبا 60% في الناتج غير النفطي لدولة الإمارات، وهناك أيضا توجه لرفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2021. رابعا، لا بد أن يكون هناك تطوير للبنية التحتية، والتي نراها بأنها هي أساس رئيسي جدا لتنمية أي اقتصاد سليم، وعنصر أساسي أيضا للتكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة العربية. نحن نعاني من أحيانا بعض العراقيل التي أحيانا نواجهها على مستوى التبادل التجاري، العقبات التي توضع، ونتكلم عن الدول العربية والمنطقة العربية بشكل عام. وهدفنا من هذا أن تستفيد أيضا اقتصاديات هذه الدول، ولكن بكل أسف نرى هناك الإجراءات الحمائية وأحيانا بعض الإجراءات في ما يتعلق بدخول البضائع وخروجها، قضايا الاستثمار وما شابه. لابد أن يكون تعزيز البنية التحتية في هذه الدول، ومن ضمنها طبعا الاتصالات، لابد أن تكون سلسة، ولابد أن تكون تخدم اقتصادات المنطقة بشكل عام واقتصادات هذه الدول بشكل خاص. في دولة الإمارات احنا الآن لدينا مشاريع كثيرة تركز على البنية التحتية، بالرغم من أن لدينا من أفضل المطارات وأكبرها عدد الركاب كمثال، مسافرين مستخدمين لمطارات الدولة سيصل إلى أكثر من 100 مليون راكب هذه السنة. يعني نحن نتكلم عن عدد هائل جدا. لابد أن يكون هناك توسع، لابد أن يكون هناك أيضا استثمارات في بناء مطارات جديدة، وهذا فعلا ما يحصل. في أبوظبي مطار جديد أيضا يتم إنشاءه في الوقت الحاضر، في دبي أيضا مطار آخر، بالرغم من أن النظرة في الوقت الحاضر أن سنصل إلى 100 مليون، هدفنا أن نصل إلى 150 مليون خلال 10-15 سنة قادمة، الهدف الأخير هو أن نصل إلى 200 مليون. الحضور الكريم، المقومات الرئيسية التي ذكرتها اليوم هي من الأساسيات التي تبنى عليها الأمم، وهذه ليست فقط في منطقتنا العربية ولكن أيضا على مستوى العالم، هناك كثير من العناصر المؤثرة الأخرى أيضا. نحن في دولة الإمارات، وهذه رسالة طبعا لكل المشاركين سواء كان من العالم العربي أو من دول أخرى، نؤمن بفكر وهو فكر وحدوي نشأت عليه دولتنا من يعني وقت تأسيسها. نتمنى أن يتقدم هذا الفكر لتجاوز حدود بلادنا ودول الخليج إلى منظومة عربية متكاملة يستفيد منها الجميع، نستفيد من تجاربكم وتستفيدون أيضا من تجاربنا. لابد أن يكون هناك حراك في هذا الموضوع، لابد أن يكون هناك تجاوب من الجانب الآخر.
لأننا لا نستطيع أن ننجح منفردين، ولكن نستطيع أن ننجح مجتمعين ونثبت للعالم بهذا. ختاما أود أن أتوجه بالشكر إلى المنظمة هذه القمة المرموقة. أتمنى إن شاء الله أن يكون لكم كل التوفيق والنجاح، وأعيد مرة أخرى وأركز بأن أتمنى أن تكون هناك توصيات تنعكس إيجابا على وضع المنطقة العربية، وفعلا نحن في حاجة ماسة إلى هذه التوصيات، توصيات تسهم إن شاء الله في تطور المنطقة، تطور منطقتنا، وأيضا أن تكون رسالتنا إلى العالم الرسالة الإيجابية التي دائما نحن يمكن حسب تاريخنا طرحناها ودعمناها، وكانت نتائجها دائما مفخرة للجميع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.